من جهتها أكدت الدكتورة جميلة سلمان استشاري أمراض معدية بمجمع السلماني الطبي بأن جميع الحالات المصابة حالتها مستقرة وتتماثل للشفاء، داعية الجميع للتعاون من أجل منع انتشار الفيروس. فحب أكد للجميع أن حالتهم جميعا مستقرة وأعداد بدأت في التعافي وهم موجودين في منطقة العزل، وهذا بسبب وجود الفيروس ليس لأن عندهم أعراض أو أي نوع من المضاعفات. ونتعامل معهم بطريقة البروتوكولات العالمية، متى راح يتعافون ومتى إن شاء الله راح يرجعون إلى منازلهم وعوائلهم. هو فيروس بسيط مثل الزكام، هو مرض غير قاتل، إحنا نتكلم على 2% وفيات على مستوى العالم، فهو غير قاتل. حتى لو سمح الله أحد صاده فهو مو شيء مرعب من الممكن ان الناس تخاف من الاصابه فيه. احب اكد ان جميع هذه الاجراءات الاحترازيه اللي يعني وجدت على جميع المستويات وتتعاون بها طواقم هائله، يعني يمكن تشوفوا 3 أشخاص بس ورانا فرق وعدد كبيره تشتغل في كل الاماكن 24 ساعه عشان هذه الاجراءات تكون واصله للمستوى العالمي وفيها نحمي مملكه البحرين من هذا المرض او زيادته في الوقت الحالي. بس هذا ما راح يتم الا بتعاون الجميع، تعاون المواطنين المقيمين، الاعلام، السوشيال ميديا، الكل لازم يشتغل في بيد واحده، لان فعلا ان شاء الله راح ننجح بس نحتاج تعاون الجميع.